بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جن ولينكس، معكم عبد المجيب. اليوم ان شاء الله تعالى راح نتكلم عن اداره المستخدمين عن طريق التيرمينال او عن طريق الطرفيه. ليش؟ لانه راح تعطينا خيارات اكثر، ولانه ممكن نطبق الخيارات هذه على جميع توزيعات جن ولينكس بدون استثناء. مما يعني انك تستخدم ابونتو لينكس منت وزوزة اي حاجه راح تقدر تنفذ الاوامر اللي راح نتكلم عنها اليوم. طقطقت صابعي. طيب، اول حاجه راح تسوي تدخل على الروت علشان تاخذ صلاحيات روت مباشره، تمام؟ عطنا الباسورد حقك، تمام؟ طيب دخلنا. إضافة مستخدم تضيف عن طريق يوزر آد، تمام؟ لكن في خصائص ثانية للمستخدم عن طريق اليوزر آد. جميع الخصائص هذه موجودة هنا، لو ضغطت على ناقص H عشان ما تنسى، ناقص H راح يعطيك قائمة بالبلاوي هذه. طبعا أنا كتبت عندي بعض الخصائص راح أتكلم عنها اليوم، في خاصيتين ما راح أتكلم عنها لأنه راح نعوض عنها بحاجات ثانية، تمام؟ أنصحك إنك تروح تجيب ورقة وقلم عشان تكتب الكلام اللي راح أقول لك إياه الحين. طيب، اول حاجه راح اتكلم عنها اللي هي يوزر اد، تمام؟ في اول خاصيه اللي هي بي ناقص بي البيس داير. انتم عارفين لما نضيف مستخدم تلقائيا يضيف المستخدم يضيف له مجلد بالهوم هنا، مجلد الهوم حقه راح يكون مضاف هنا، لكن احنا عن طريق خاصيه البي ممكن ننقله من الهوم الى مكان ثاني، ممكن نحطه على الاوبت. بما يعني لو اضفنا مستخدم مزيد راح يكون المجلد حقه بالاوبت. خلاص خلونا نخليه بالاوبت. في عندك ناقص سي الكومنت، هذا ممكن تكتب تعليق، ممكن تكتب ذس is an example، تمام؟ هذا بالنسبة للسي، تمام؟ ما أحتاج أصلاً سي، من يكتب تعليقات، تمام؟ طيب عندك الدي اللي هي الهوم داير، تمام؟ وين حاب تحطه؟ طبعاً يختلف الدي عن البي. الدي الله يسلمك، البي البيس وين يكون إنشاء الملف، يعني أنا حطيت بالأوبت راح يضيف بالأوبت مجلد حسب اسم المستخدم. لكن لو حطيت الدي الآن وسويت مثلاً أوبت راح يضيف مستخدم او مجلد ويربطه بالمستخدم راح نضيفه. مما يعني انه ممكن يضيف مجلد اسمه محمد او مستخدم اسمه محمد ويربطه بالMM هنا. طيب جميل، الان عرفنا الفكره بالخاصه بالدي. خلونا نشيل الدي لانه راح نضيفه احنا بشكل تلقائي. في عندنا خاصيه الدي كابيتال، هذه تضيف الاشياء الافتراضيه، يعني اليوزر اي دي طبعا الجروب راح تكون 100، الهوم راح يكون بالهوم ما راح يكون موجود هنا، تمام؟ وفي عندك اللي هو تاريخ الانتهاء وشغلات هذه كلها افتراضيه تكون. طيب في عندك الله يسلمك اللي هو الناقص اي الخاص بالاكسبايريشن ديت. الاكسبايريشن ديت اللي هو تاريخ انتهاء المستخدم هذا، متى تبي ينتهي، راح تكتبه عن طريق اللي هي بالشكل هذا واي 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 ام ام دي دي، مما يعني انه سنه شهر يوم. بالشكل هذا راح ينكتب مثلا سنة 2013 لنفترض شهر 4، تمام؟ التاريخ 5 مثلا، هو اليوم 5، بالشكل هذا يحط الاكسبايريشن ديت، تمام؟ طيب احنا راح نشيل الخاصية راح نتكلم عنها هذه لانه في خاصية ازين منها. طيب في عندنا ناقص جي، في ناقص جي وفي ناقص جي كابيتال، تمام؟ الفرق ما بين سمول كابيتال او سمول جي والكابيتال جي انه سمول جي راح تحط هنا رقم مجموعه المستخدم اللي حاب تضيفه عليه، يعني ممكن اكتب رقم مجموعه 101 راح يضاف على مجموعه 101، نحط فاصله نضيفه على 100 مثلا و2 راح يضاف ل 102. لكن الجي كابيتال راح تضيفه عن طريق الاسم، ممكن تكتب هنا اوديو فيديو الى اخره من المجموعات الموجوده عندك، تمام؟ اذا حاب تعرف على المجموعات اللي عندك كل اللي عليك تسويه انك تكتب كات اي تي سي جروب. بالشكل هذا لو ضغطت انتر يطلع كل المجموعات اللي عندك بالكمبيوتر. طيب راح نرجع نضيف المستخدم عن طريق يوزر اد. في خاصيه ام لازم نضيفها، اذا ما حطيت ام ما راح ينشئ مجلد بالهوم. يعني افتراضيا لما اكتب عبد المجيب كمستخدم جديد راح يضيف له مستخدم يضيف له مجلد اسمه عبد المجيب، لكن لو ما حطيت الام ما راح ينضاف، لازم تحط ام. إذا حطيت ام كابيتال ما راح يضيف مجلد، بما يعني ان المستخدم هذا ما عنده مجلد هوم، راح يكون مجلد او عفوا مستخدم عادي جدا، مستخدم نظام ما له اي خاصية او ما له اي قيمة. طيب حتكلمنا عن هذا، تكلمنا عن البيس داير اللي هو اوبت، تكلمنا عنه بعد اللي هي الجروب بالشكل هذا، حطيناه بالجروب الصوت والفيديو عشان نستخدم الصوت والفيديو. طيب في عندنا ايضا اللي هو الكي، جميل الكي. الكي هذه ممكن تنسخ اعدادات مستخدم تودي للمستخدم الجديد. انت مستخدم الان عندك خلفيه سطح مكتب وتخصيصات معينه، مضيف اللغه العربيه، عندك كيبورد عربي، عندك الحاجه، ممكن تاخذ الخصائص هذه تضيفها للمستخدم الجديد. اللي عليك تسويه بس تحط اسم المستخدم اللي راح تنقل منه المعلومات الى الجديد، هذا هو. انا راح اخذ عبد المجيب اعداداته اوديها الى
الاعدادات المستخدمه الجديد، لكن خل عندك فكره انه جميع الاعدادات، بما يعني انه الباسورد الخاص بالمتصفح لو عندك باسوردات محفوظه كل شيء راح يروح هناك. طيب هذه الخاصيه الكي، في عندك الخاصيه ال، هل المستخدم هذا يسوى له لوج اللي يسجل احداثه ولا ما تسجل؟ طبعا احنا ما راح نسجل احداث، خلي افتراضيه، الافتراضي انه تسجل احداث، لو ما عندك حط، لو حطيت الخاصيه هذه ما راح تسجل احداث. طيب ايضا في عندك اللي هو لو انك حطيت اللي هي ان، طبعا انت لما تضيف مستخدم تضاف مجموعه باسم المستخدم، لو حطيت ان ما راح نضيف مجموعه باسم المستخدم هذا. جميل. طيب ايش الفائده؟ الفائده من انه صلاحيات، ممكن تعطي مجلد عندك صلاحيات معينه اسمه مجلد مثلا تسجيل، التسجيل هذا المجلد يكون خاص بك انت ومجموعتك، تمام؟ مما يعني انك لو حطيت بدون ان راح يكون عندك مجموعه تقدر المجموعه هذه تدخل معك بنفس المجلد، تمام؟ في عندك اللي هي ناقص او، الناقص او الفائده منها انك ممكن تضيف يوزر اي دي، طبعا اليوزر اي دي عن طريق اللي هي ناقص يو، اليوزر اي دي هذا ممكن تعطي المستخدم اي دي معين، ممكن تعطيه 101، تمام؟ لكن لو حطينا الناقص او، الناقص او تعني انه اليوزر اي دي هذا مو فريد من نوعه، او مو يونيك، شلون ترجم يونيك، هذه فريد من نوعه او لو غير متكرر، هذه فائده الناقص او، تمام؟ بالنسبه للناقص يو تكلمنا عنها اللي هي الرقم حق مجموعه المستخدم، عفوا اي حق المستخدم نفسه. طيب ايش عندنا بعد؟ في عندنا اللي هو الناقص اس الخاص بالشل، تمام؟ ايش هو الشل الافتراضي اللي حاب تستخدمه؟ طبعا افتراضيا بن باش، وافتراضيا انك ما تحطه لان راح يستخدم بن باش افتراضيا، تمام؟ في النهايه في عندنا اللي هو الكابيتال يو اللي هي اضافه مجموعه باسم المستخدم هذا، لو حطينا الحين محمد راح يضاف مجموعه باسم محمد. طيب احنا بالشكل هذا راح نضيف محمد الحين، او خلونا نكتب مثلا احمد. طيب انا ضغطت انتر، ضغطت ال اس اوبت، لاحظ انه الان في مجلد هنا اسمه احمد، ما اطراح مع مجلدات الهوم اللي هنا، هنا المستخدمين الحقيني انا موجودين هنا زي ما انتم شايفين، تمام؟ فالمستخدمين الان انتقلوا من هنا، المستخدم هذا نقلناه من الهوم الى الاوبت، راح يشتغل عادي جدا. بعد ما انك تضيف مستخدم لازم تستخدم خاصيه الباسورد، تكتب له باسورد وتحط باسورد اللي هو احمد، تحطوا باسورد جديد. اوكي خلصنا حطينا له باسورد. طيب في خاصيه ثانيه اللي هي يوزر مود، اليوزر مود اللي هي تعديل المستخدم، نفس الفكره تماما، نفس الخصائص بالضبط، لكن هنا الفائده منها تعديل. ناخذ فكره على السريع، طبعا زي ما قلت لكم اذا نسيتوا شيء اضغطوا ناقص اتش عشان يطلع لكم الفكره، هذه هي كل اللي اتكلم عنها، راح نطلع على الحاجات اللي تكلمت عنها باليوزر اد. يوزر مود ممكن هنا تضيف او تغير مجموعه المستخدم وتضيفه لمجموعه ثانيه، بما يعني انك تحط ناقص جي مثلا ممكن تحط له مجموعه ثانيه اللي هي اوبتيكال، ممكن تحط له ستوريج، تمام؟ احنا بالشكل هذا قدرنا اننا نضيف المستخدم او نعدل مجموعه المستخدم. ايش عندنا بعد؟ في عندنا في عندنا ناقص ام مفيده اللي هي تنقل المجلد الهوم حقه من مكان الى مكان، ممكن تحدد له مجلد هوم ثاني ينتقل له، تمام؟ من الخصائص الزينه جدا اللي هي ممكن تغير له ايضا الهوم دايركتوري بالشكل هذا، لكن الفرق ما بين ام، الام راح ينقله لكن الدي راح يحط له واحد جديد، تمام؟ طيب والباقي كله نفس اليوزر اد، تمام؟ يعني اي شيء ممكن تستخدم باليوزر اد تستخدمه هنا. طيب في عندنا اللي هو اليوزر ديليت، طبعا انا ما حطيتكم مثال، يوزر مود جي اوديو، اوديو خلصنا من اوبتيكال احمد، بالشكل هذا احنا اضفنا احمد الى مجموعه اوبتيكال. طيب الحين عندنا اللي هو يوزر ديليت، يوزر ديل بسيط جدا، في عندك اليوزر ديليت الفائده منه اللي يحذف المستخدم، لو حطينا يوزر ديليت احمد حذفنا راح ينحذف احمد، لكن مجلد الهوم حق احمد ما راح ينحذف، راح نحذف مجلد احمد او مجلد الهوم حقه عن طريق اللي هو ناقص ار ثم نكتب احمد، تمام؟ لاحظ انه احمد الان انحذف من النظام. طيب خلصنا من الاحمد، الان باقي عندنا حاجه ثانيه اللي هي باسورد، خاصيه باسورد هذه، خاصيه باسورد هذه جميله، فيها حاجات جميله جدا كلها خاصه بامان المستخدمين. خلونا نضيف مستخدم على السريع اللي هو احمد، يوزر اد ام احمد على طول، بس شوله ونعطي باسورد احمد، تمام؟ طيب في عندنا خاصيه باسورد هذه، من ضمن الاشياء الموجوده بها اللي هي اس، هي اعتقد اللي هي اس كابيتال، الاس كابيتال تعطيك
الخصائص الخاصه بالمستخدم هذا، تمام؟ ايش حاله المستخدم؟ اول حاجه، تمام، طبعا انا لاني حطيت ناقص اس طلع لي خصائص مستخدم الروت، ممكن تحط هنا احمد يطلع لك معلومات احمد. طيب احمد ايش عنده من معلومات؟ اول شيء يطلع لك اسم المستخدم، ثاني شيء يطلع لك بي كابيتال. بي كابيتال معناته المستخدم هذا عنده باسورد يقدر يدخل النظام. هنا تاريخ انشاء اخر باسورد، هنا الله يسلمكم اللي هي الايام، عدد الايام اللي هنا خاص بالمينيمم دايز. المينيمم دايز انا كتبت عنه تعليق هنا مناسب جدا، وين راحت عشان بس ما اضيعكم معي، وين راح المينيمم يا اخي بنادم ذا ينسى بسرعه. اوكي هذه اللي هي المينيمم دايز. طيب هنا المينيمم دايز اللي هي الخاصه بالايام اللي هي لازم يغير فيها المستخدم عد الباسورد حقه، لو اجبرته يغير الباسورد او حطيت مستخدم يغير الباسورد، تمام. هنا اللي هي الماكسيمم دايز، طبعا المستخدم بالشكل هذا سيده. هنا عدد الايام للتنبيه قبل تغيير الباسورد، تمام، يعني راح ينبهه على مدار 7 ايام، كل ما يدخل يقول له غير الباسورد، ترى قرب تاريخ انتهاء الباسورد. وهنا هل هو اكتف او ليس اكتف، اللي هو نشط او غير نشط. طبعا ناقص واحد معناته انه قيمه افتراضيه اللي هو نشط. طيب ممكن نستخدم باسورد حاجات ثانيه جميله جت حركه الفراعنه، تمام. طيب نكتب باسورد الحين. لو حطينا دي هنا راح نحذف الباسورد عن احمد. لو كتبت احمد الحين نحذف الباسورد عن احمد. لو سوينا الان بالشكل هذا راح تلاحظ انه طلع ان بي بدال البي، مما يعني انه نو باسورد. طيب ممكن نسوي باسورد. ايش عندنا من الخصائص الزينه؟ في عندنا خاصيه ال اللي هي لوك، المستخدم عنده باسورد لكن ايش يفرق؟ خلينا نحط الباسورد اول شيء احمد. لاحظ الحين ستاتس انه في باسورد بي، الان راح نغيره الى ال. ال راح يسوي لوك، ما يعني ان المستخدم اوكي عنده باسورد لكن ما راح يقدر يدخل الى ما اني انا افتح له. زين في عندنا خاصيه ثانيه اللي هي كوايت، طبعا كوايت ما لها اي قيمه غير انك لما تسوي حاجه ما يطلع زي ما انتم شايفين هنا طلع معلومات، تمام. الكوايت هذه الفائده منها لو حطيت مثلا دي احمد، عفوا الدي سمول، او نحط له يو، يو اللي هي انلوك اعتقد انها سمول، تمام، وبعدين احمد. بالشكل هذا راح يغير احمد، يغير حالته الى انلوك بدون ما يقول لك انه تم تغيير الحاله، مما يعني الحين لو حطينا بالشكل هذا راح تلاحظ انه احمد رجع له حرف البي بالشكل هذا، تمام. بس الى هنا تقريبا انتهينا من درس اليوم. طبعا درس اليوم مفيد جدا للخوادم اللي هن الخادم اللي هو السيرفر، مفيد ايضا للمستخدم اليومي. تكلمنا عن إضافة المستخدم وتعديل المستخدم وحذف المستخدم والتحكم بحماية المستخدم عن طريق الباسورد. نشوفكم إن شاء الله الدرس جاي، وفي أمان الله.